الصوم تسوعه وعاشوره سنه. ليه بتصوموا؟ عشان دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. حاجه حلوه يعني مش وحشه. احلى موسم بالصلاه على النبي يعني. العاشورة زي حاجة كده يعني موسم بتاع العاشورة. موسم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مين؟ عاشورة. عاشورة؟ فين السؤال؟ فين السؤال؟ أنا حط إيدي على السؤال تلاقيني فريرة. أنا عارف كل حاجة بس مدكن. أولاً ما أعرفش حاجة عن عاشورة. إحنا أولاً إحنا ملناش غير عيدين. إحنا مسلمين لا إله إلا محمد رسول الله. ملناش غير عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. هو ده؟ أمال الله، انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ او مشهورة يعني في شبرا. او اي عيد تاني بعد كده بدعة ما بنعترفش بيها بس كده. روح يا شيخ الله يعمر بيتك.